سائلة تسأل سؤالين: هل يجوز تعلم القرآن على صوفي مع العلم أنه لا يوجد غيره وغيرها في المنطقة؟ طيب، أخذ القرآن عن صوفي أو عن غيره يا أخواننا ما بيجوز، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فما بيجوز يا أخواننا أن الإنسان يتعلم العلم عند واحد منهج منحرف، حتى لا يحرف علمك، حتى لا يحرف علمك ومنهجك ودينك. وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لما سئل عن أخذ العلم أو اللغة العربية علوم الآلة من المبتدعة قال لا يجوز. قال: وأن يبقى الإنسان جاهلا سليم الدين خير له من أن يقع في هذه الأهواء، لأن المحافظ على رأس المال خير من الخسارة، خير من الخسارة، وده في النهاية بيضيع دينك، عرفتها؟ لأنه حيقري القرآن وما حيسكت على كده، يقول يا سلام. طبعا الآية دي أنا حفظتها في مسجد أبويا الشيخ لما كنا بنعوس الكسرة وبنقول في التلت ناديهم قوموا صيح ليهم أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم.